صافي الا درت بحال هكا جوج ديال السر في الاخر الشهر تكون عندي واحد 10000 درهم. هادشي لامت هادشي لامت. قلت صافي لا رجعتي للزيرو رجعتي للزيرو وما عندكش المايند سيت ديال دابا سالي من ديك اللعبه ديال كادي ندير الصاط رجع للزيرو از فاكين فون وما بقاش عندي مشكل في الفلوس شحال ما بغينا كريديو كان كريديو العلاقات اللي عندنا كتسمح لنا نحطوا الفلوس في 24 ساعه اذا الصاط نسى هاد الوزاد هاد الوزاد ما كاينش عند الناس الاخرين لا لا بيج دونك الصاط اجيت تدوي بحال ما عندك حتى شي حاجه انت باقي في ديك البراكه في دواري زيكي داك البيت اللي ما عندوش حتى شي ترجم اللي عطيه لك الوالد ديالك مخشي فيه تما قول لي كيفاش غتبدا. قلت الصاط شويه من التجربه ديالها غادي نفرقها بزاف ديال الحوايج. دابا في البيزنس من خلال الحياه ديالي تعلمت بان كلما البيزنس كان فيه الريسك كبير كيكونوا فيه الارباح كثيره. كان البيزنس فيه الربح متوسط الريسك متوسط الخطوره متوسطه كتكون الارباح متوسطه. كان البيزنس فيه واحد الريسك يعني واحد الخطوره قليله تكون فيه واحد الربح قليل. هذا هو البيزنس. البساطه ديال القسمه لثلاثه دونك انا النهار ديالي ما عندي فيه والو غادي نقسمها لثلاثه ديال الحوايج الهاي ريسك والموين ريسك واللو ريسك يعني غادي نقسم على ثلاثه. الهاي ريسك خاصه هو ديال نمشي نخدم شي حاجه اللي ممكن تسد ليا فيها الكونت ممكن كذا هو الريسك فهمتي بحال الريسكين سي بي اي كذا الريسك سي بي اي وندير شويه البلاك هاك نجيب 10 ليت وندخل معاهم جوج جاولي انايا حتى هما يتحسبوا دازوا هو هذاك تسد ليا الكونت هو هذا على حقاش الصف هذا هو الهاي ريسك على حقاش كنشوف بزاف ديال الاخوان كيدخل للريسكين تدخل للريسكين ونشد الفيسبوك نشد الفيسبوك ندوز فيه واحد الاوفر ديال الويت لوس ديال نقصان الوزن غادي نضرب الفلوس ولكن غادي تسد الكونت كاين احتمال يتسد الكونت. هاي ريسك المخاطره عاليه ولكن الربح حتى هو صدقات ما صدقاتش اتس اوكي انا مقمر. هذا هو المشكل كيبان لي عند الدراري بزاف دخل واحد البيزنس هاي ريسك دخل للريسكين كونت واحد كتقول ليه شحال من كونت عندك واحد وما لكاش طرا لك سدوا لي اخويا السي مو هذا الشيء اللي عطى الله وشهر وانا محبط صاد كيفاش اصاحبي انت راه دخل واحد البيزنس هاي ريسك ودخلوا بكونت واحد وكتقول سدوا لي وهذا الشيء اللي عطى الله صاد راه بين السوره يسدوا لك خاص تكون ضارب الحساب ان مجد واحد العشرات لي كونت وجاي تدخل بهم مثلا بغيتي تبدا ب 2000 درهم غتقسمها شوف شحال من 25 دولار تما معايا 200 عندك 2500 درهم جابت لك 10 ديال لي كونت 10 لي كونت تشدهم تسدفهم وتبدا تحط شويه في هذا الكونت 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 شويه وغادي غادي تسدوا 8 يبقاو هي جوج مزيانه الصاد تسوك غادي تدخل دوك الفلوس ديال لي كونت الاخرين اللي تسدوا وتكل على الله فهمتي يعني وغادي تعاود عاوتاني غتشد مثلا دخلت 1000 دولار غتقول عاوتاني غادي نعاود المغامره ب 250 دولار خليك في 250 دولار الاولانيه غتعاود عاوتاني حصلت لي كونت وغادي ماشي كونت واحد وبيزنس هاي ريسك الريسك انا السيطان ماشي ديال اي واحد انا ما عمري خدمت الريسك خدمت مع واحد صاحبي كنت كنجيب ليه لي كونت كنت قال لي اخاي سي مو خصنا لي كارت كريدي كذا انت تعرف تبرنا في لي كارت كريدي جاوني كارت كريدي تبقى كل سيمانه ولا شهر تبر ليا فهمتي تبر ليا في دي كارت كريدي وانا صافي اجي نبقى نحل لي كونت ونخدم واللي جا نقسمو 50 50 قلت له على بركه الله صافي. المهم جينا خدامين بجوج الامور غاده سنقسموا واحد القشه ملي بدا السدان ديال لي كونت كثر قلت لها اخي حبس عليا راه البنكه ديالي ضيقات عليا قالت لي الصاط راه هادشي عيقتيه كاع كل سيمانه مشاو لك لي كارت قالت لي كارت مشاو لك لي كارت قالت لي كارت بيان سور البنكه ماشي مغربيه البنكه تايلانديه مشاو لك لي كارت قالت لي كارت مشاو لك لي كارت قالت لك لي كارت هادشي ما خدامش انا كان الصاط انت المهم قلت لك على شي حل باش قالت لي كونت او عطى الله لي اخوان ديما كيقادوا لي كونت وكاين اللي كيشري لي كونت مقادين وتيروح فيهم. المهم انت خاصك تمشي هذا هاي ريسك وخاص تجي شي حاجه دير داك الريسك المتوسط المخاطره المتوسطه هي امانه تمشي دير داك الاي كوميرس هكا في اللوكال تصيفط مع امانه عندك واحد المخاطره متوسطه لان انت كتخلص امانه لعالم الله يوصل ما يوصلش في يد الله خاص تكون ضارب الحسابات ديالك 50% واصله ما واصلاش هذا هاي ريسك. وقلت الصاط باش ننزل داك اللو ريسك غتلقاني هزيت المطيره ولا هزيت بيكالا اللي عندي ومشيت كنوصل لراسي الاوردرات اللي كيجيو لي في المدينه كنمشي نوصلهم لراسي الصاط الا درت بحال هكا جوج ديال السر في الاخر الشهر تكون عندي واحد 10000 درهم هادشي لامت هادشي لامت الا سجيتي هاد الهضره هادو ريحتي وحسبتيها غتلقى ان ممكن دير 10000 درهم في الاخر الشهر يقدر يمدك تمشي توصل لراسك الا كنتي ساكن في مدينه كبيره بحال كازا رباط مراكش كيجيوك ثلاثه الاوردرات كتربح فيهم 100 درهم 100 درهم 100 درهم من الوعد وكتركب كتمشي توصل لراسك وكتشيب فيهم وكتاخذ الفلوس
كتربح 100 درهم في الوحده راه الشراخه راك قربتي ل 10000 درهم كنت ما 9000 درهم زيد عليها شي 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 حاجه ضربتيها بامانه زيد عليها كذا غتلقى راسك في 10000 درهم وانت كتجمع راس المال صدق ولا ما تحماق عليه تقول لي ما كاينش راس المال كذا ادبر في شي سلعه ما قدرتيش على دوك الجوج ديال الفوق ما قدرتيش على دوك الجوج ديال الفوق ما عندكش كاع الفلوس غتشوف شي برودوي غتشوف شي برودوي تمشي تشريه وتبيعه في الفيسبوك وتمشي توصلو بمطار ولا بيكالا وتبدل هذاك مولاه اللي سميتو شوف اخونا انا كنعرف بنادم لا ماشي طلع عليه شي واحد يقول لي ما يمكنش وكذا جا على حقاش عارف انا امه البشر ديال الميزه على شحال انا سيمو لايف كيجي عندي هذا وهذا 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 وتضلوا الدراري ديال كلوفو تيوقفوا عليا في الرباط وفي كازا خويا سيمو صافا بخا كي داير لاباس عليك خويا راني خدام الايكوميرس وخدام مع كلوفو حط السلعه ديالي وسلعه كلوفو جا شي اوردر كلوفو نمشي نوصلو جاني شي اوردر كنكونفيرمي في التليفون كنمشي نوصلو رجال كيخدموا الدراري اللي تيخدموا في خيمه كنحتارم تقول لي اخويا سيمو والله اخويا سيمو لا حليتو لنا عنينا على شي حاجه ما كناش عارفينها انا اخويا سيمو كنت كنقلب على وظيفه مع الدوله الصاد فاكين بولشيت دابا داكشي اللي كندير مستحيل ندير مع الدوله تيبان لك انت تيبان لك انت وانت دايز ما عرفتش فيك شي موطور الساطا تيبان لك داك خونا تاع كلوف وراك على شي موطور حرتوكا كتحكرو فهمتي كتقول هذا يا حميه خدام عند كلوف وكذا كذا الساط كل متاكد انه راه احسن منك انت كمهندس تقدر تكون مهندس ضرب الكرافطا ضرب الكرافطا هكا ولابس مزيان وداكشي وغادي تخدم في البيرو هز الكارطاب اش كندخل عليك في داك الاحتقار ديال عباد الله لان درت لهم الدروس خاصك تعلم في الحياه ما تحتقرش عباد الله انا راه الفاكين الساتو ديالي الساتو السوسيال ديالي في المجتمع راني مهندس كنضرب الكرافطه والكارطاب لهز فيه البيسي وكنمشي وكذا صاد اس فاكين بولشي لان داك خونا اللي ضارب في كلوفو غتضرب اكثر منك الصاد من الاخر ومع كامل الاحترام خصك تقبلها صاد هذا هو الواقع بغيت نقول لك شي هضره اخرى ولكن هذا هو الواقع يعني ما تحكرش داك خونا ديال كلوفو وما تحكرش داك خونا اللي حط كريصه ديال الصوصيص في الصنقه على حق واحد النهار وهاد خونا تيقاد الصوصيص في مراكش بلا ما نقول فين بلا ما سميتو نمشي باب مع هاد نذكروا شويه الشيفرات لكن يا اخوان عارف اني كنت كنعمر على الدخونه ديال الصوص راه والطواري زيكي كنت كنريح 2010 2009 10 11 كنت كنريح يوميا حدا واحد الكريصات الصوصيص 2012 باقي كنريح يوميا عند واحد خونا داير كريصات الصوصيص كمريح عنده مريح هكا مريح بحال هكا يوميا كنضرب الصوصيص والهضره خاويه وما حنا ولا الطواري زيكي بيناتنا مجموعين الهضره خاويه يعني الصاد واخا نقول لك جاو عندي الفلوس ولكن انا باقي عايش عاده الصاد كاين عندي ستانكيوم كنجي كنباركي عندك طوموبيله ب 32 مليون دايره 28 و 3 سنت كاستميزيشن لا ولات 32 كنجي كنباركي تمايا كنجي كنباركي عند خونا مول الصوصيط وكننزل كنريح كنضرب طيحان صوصيط وكنريح نجمع فهمتي هي لان سالت نهار الخدمه ديالي خصني نعطيها شي هضره خاوي هذاك الصاط صاحبي جا عند واحد النهار واحد خونا اللي هو قايد ودوا معاه واحد ماشي قايد في ديك المنطقه يعني كيحكم واحد القايد في بلاصه قال لها انا قايد صاحبي ودوا معايا هكا وكذا راك عارف انا وانا 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 الصاط هاد الكريصات ديالك راه نجزالك نشريها انايا شحال سوي هاد هكا كيدوي معاه شحال سوي هاد الكريصه هادي كاع 300 درهم الصاط ملي مشى خونا بقى في هذاك الحقد هو يقول لينا الصاط خونا هاد الحمار هذا انا ما عرفتش انا كندخل اكثر من انجينيور ما عرفش انا بلاد الكريصه هادي كندخل اكثر من 1000 درهم في النهار الربح العزوه عزوه عزوه الصاد فهمتي وحس بالفرحه والفرح وكاملنا كنا فهمتي كنا كان بحال كنت واحد تيزعم الاخر لان صرات الفلوس ماشي ساهله في البدايه صح فهمتي انا فرحت ملي عرفت خونا مول الكريصه ديال الصوص كيدير 1000 درهم ما قصات ريسبكت خونا مول الكريصه ديال الصوص ريسبكت مول خونا ديال المطيشه قدرت تكون انت حميه انت اتس اوكي okay. انت ماشي ما كتحتقرش عباد الله ماشي حميه ولكن كتحتقر عباد الله راك حميه تقدر فهمتي انت تيبان لك راسك انا استاذ انا استاذ كنقرا في الاعدادي انا معلم ويلي هذاك مول الكريصات الخضراء الصاد تصور اكثر منك صاحبي الخضار الصاد داكشي اللي داروا الخضار كاع ما داروا شحال من واحد صاد احترم شويه صاحبي على كنقول لكم الدراري راه ما كاينش الانترنت راه عباد الله كنعرف انا بنادم صاحبي اللي تفرقت انا وياه مشى دار حانوت ديال الهري بيان سور داروا ليه با ولكن غادي مزيان كنعرف خونا دار خضار كيمشي يشري الخضره كيقر لي الصاد بعد نهار لقيت عنده الار لان اجيال اجيال ميزه كيعرف سيمو لايف ماشي جدا خطر كنقول له الصاد دخلنا عليك بالله دابا شحال انت رابح في هذا البيان قسما بالله قال لي شوف اخاي سيمو التجاره هذه كامله ربح نط مع الصباح مشيت للحي الصناعي كاين السوق تمايا هكا قال لي تنقل لكم داكشي اللي قال مشيت للحي الصناعي راه قريب مشيت لتمايا شريت البنان شريت كذا كنجي كنحطو هذا البنان هذا جايبو ب 70 ريال كنبيعوه ب 160 180 فهمتي شوتي عبر البنادم سير بلاصه قدامي فهمتي شوتي دوي معايا انا حدا صاد طن 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 مسكين هنا 160 180 ريال
الدوبل ديال الفلوس. قال لي ماشي كندوبلو فلوسنا حتى انا كتبقى لي السلعه خاسره, السلعه ما كتباعش يعني صافي, يعني ما كنخسر ما كان. المهم اتس اوكي, يعني مثلا انت 1000 درهم كتولي لها 1500 1600, انت كتشوفها شي يقول لك ملي كتجي الدواء معاه تقول لك والله الا داك الدريم هو اللي رابحين فيه, واش يقسم لك بالله باتي تسوكي صاحبي اش جيت دير, لان انت اصلا عقيمه تبقى تعرفوا رابح 4 درهم تبقى تحيد انت وياه. لا اصلا انا عارف جيبوه ب 80, جيبوه ب 80 جمله والصندوق فيه الخاسر واللي ما خاسرش صاحبي, فهمتي؟ وداك المزيان هو اللي كتختاروا انت كتشري, دونك حتى هو داخل عنده الريسك. ولكن راه ملي كيخسر 1000 درهم ديال السلعه كيجيبها كيبيع بواحد 1500 1600 واش راح ليا الصاد خطاره صاحبي. ما جاش قال لي سي مورايف قول لي هذا الانترنت هذا واش فيه شي فلوس واش فيه شي شيت حتى حنا ندخلوا ليه الصاد. تتحقر بنادم على دابا انت كبرتي كتحقر بنادم. ديك القضيه هادشي اللي تعلمنا حنا في الشعب, فهمتي؟ ديك اللعبه ديال لابس مزيان كدا الصاد, ما عمرها تشوفني لابس مزيان فهمتي. نيت وورد فيه طلع 10 مليون دولار, ما عمرها تشوفني لابس مزيان الصاد. انت لابس مزيان وجيت تصور عندنا الله يتوب عليك الصاد فهمتي. هاد القضيه ديال تاي ولات هي هاد القضيه تاي ولات عاوناتني وليت واحد الله الا كنمشي شي ايام لابس شي شورت, واحد الشورت كنعس به واحد الشورت كنعس به وواحد التيشورت حتى هي بصندالات الميكا, وكنسوق المازيراتي وكنمشي مرتاح للبيرو وكندخل بصندالات الميكا وكذا. ولكن فهمتي بنادم ما تيحترمك صحه الصاد, تقول لي اش لابس انا اش لابس انا لابس مازيراتي يلا انت هي لابسها راني جاي بها الصاد ونحطها ونمشي ندخل نخدم ونخرج, لان انا ما عنديش خيمه داك الشيء تلبس. بنادم مريض بنادم مريض ديك اللعبه ديال الباس كذا الصاد, انا ما عمرها تشوفني لابس مزيان الصاد. كنلبس داك الشيء اللي قسم الله وكنتحرك مع الطريق الصاد. وانت خايب راك لبس مزيان الله يسهل. كاين شي ناس باي ديفولت كيلبسوا مزيان لانهم هما عزيز عليهم يلبسوا مزيان, مع احترامي لكل صحابي اللي هما مودلز ميجي ناجي الطبقه كامله الدراري اللي كيلبسوا مزيان لانهم هما مودلز عزيز عليهم الباس عزيز عليهم يبانوا واعرين راسهم تيعجبوك قدام المراه يبان واعر راسه هذا خاي كنحتارمو. اما خويا كنت كتلبس باش تخرج تبان واعر على عباد الله راك مريض الصاد بالرجوله وخصك تشوف التعاج. المهم الصاد هذا الشيء الا كانوا عندي الفلوس وكنت موظف غادي نمشي للميديوم ريسك نخدم داك الاي كوميرس ونشيبي بامانه, لان عندي ديك البركه اللي كتدخلني شهريا وبيان سور ما نمشي نخسرها كامله. اللي كنت كنخلص 4500 4000 درهم 3000 درهم ما نخسرهاش كامله, غادي ننزل من المصاريف ديالي باش نقدر نشيبي في امانه بين ما تجيني الفلوس ونصبر شويه. الصاد هذا الشيء هو اللي كاين بالرجوله هادشي, لان بزاف ديال الناس تيشونجي الحياه ديالو على قد السالير ديالو. الا عطيتيه مليون يمشي يكري ب 6000 درهم, عطيتيه 3000 درهم يمشي يكري ب 1000 درهم, عطيتيه 4000 درهم يمشي يكري ب 1500, عطيتيه 3 المليون يمشي يكري ب 10000 درهم يكري ب مليون. صافي ماشي هكا هي الحياه. الحياه هي خاص تعيش واحد 10 سنين بائسه باش تعيش باقي حياتك زوينه. دابا تنقول لهم انا راه الصاد هانت راه هادي اللي كنقول لك ديما خطيره. الصاد انا كانوا عندي الفلوس كنقول لك انا 2012 انا كملت المليون دولار, واش كانت باينه على تيك المليون دولار؟ لا ما بايناش. لا الا قلتي انا عارف كذاب انا مول الهضره لا خويا ما كتبانش عليا وما خصهاش تبان عليا. ما كان ما كنصوب لا مازيراتي لا جاكوار لا ما شريش فيلا ما شريت والو. كنت ساكن مع امي لان الدار حاشرو كنشري شي ابارتمون شي ساس كدا 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 باش كنخلي فلوسي ما ينزلوش في القيمه ديالهم. كنشري العقار كنشري العقار كنشري. واش شريت شي فيلا سكنت فيها؟ لا صاط تال دابا عاد شريت تا فات الثروه ديالي 10 المليار عاد ريحت شريتها دابا عاد وما شريتهاش كاع سميتي, لان خاصني نجازي الناس اللي وقفوا معايا. الوالده راه واقفه معايا مقاتله معايا الصاد من نهار التويت, دونك الصاد امنه بهذا الولد هذا اللي تجيب امو شي نهار طلع منه شي حاجه, دونك الصاد خصنا نعوضوها. شرينا لها سميتو سميتها والديك هما الاول خص الله فيهم الصاد. عموما وشحال هادي كنطلع في والديا سمعت هاد الهضره فهمتي, يعني شحال هادي كنشهريه معلم خصك دير لوالديك الشهريه هاد الهضره هادي حتى يرجعوا ليها ونهار دير لاباس بزاف زيد تهلا فيهم بزاف الصاد. شن دواس انت تخاف قولي الافكار ماما الاخوان دوزات المو تتصرف بزاف معلم كتصرف شحال ما عطيناك غتبقى تشكر تقول لنا الفلوس ما كتكفنيش. على حقاش راه كنعرف بنادم كيشد 20 مليون فهمتي, تعرف بنادم كيشد 20 مليون 20000 درهم اعتذر شد 20000 درهم تشط له التاريه لاصاط وديما كيشكي الصالير ما كاتناش. كنعرف بنادم كيشد 15000 درهم تقول لك الصالير ما قادناش. كنعرف بنادم مستاد كيشد 9000 درهم قديم بيان سور الصالير ما قادناش. كنعرف بنادم خدام في البنك الشعبي كيشد 4000 درهم الصالير ما قادناش. كنعرف فهمتي جميع الطبقات ديال المجتمع. ما عمر اخويا شي واحد وقفت عليه صالاري قلت له نضرب خويا الصالير كيشد ليا نصو بخير ما كرهتش يحيدوا ليا واحد 25% اخويا اصلا انا يا شاطر عندي الفلوس. ما عمرها تلقى هذا المادافاكر هذا اللي تيجي يقول لك هذه الهضره هذه. الا كنتي كتسنى راه
فهمتي كنت ما عرفتش شي معجزه اخرى. انا بعد 30 سنه ما عمرت لقيت مع خونا هذا اللي تقول له امضه كي دايره الوقت في الصاله مزيان يقول لك صافي طوب بالرجوله ما خصني حتى اخر ما بقيتش باغي لا زياده لا والو. كاسي الاولاد كاسي المراه كاسي مانا الدار كدا الصاله رقدتني الصاله مفرقع ما عمرها خويا سمعت الهضره هادي غتعطي 20000 درهم يكزكيشك تعطي 30000 درهم يكزكيشك تعطي 50000 درهم يكزكيشك غتريح مع برلماني تيشك تريح مع وزير كيشكي اصاط كلشي كيشكي ما عندك كتشدها كتشكي هي واش الشكوى كتختلف يقدر هذاك الاخر يقول لك حنا شي مشكله وانت ما تعرفها كاع شي مشكله بعيده عليك فهمتي ديك اللعبه ديال بحال ملي كنريح انا مع الدري صاحبي اللي عنده الفيراري كنسمع شي مشاكل فهمتي تيقول لي بحال هكا ديك اللعبه ديال تبقى كندوان تقول لي الصاط راه غير الفران داير 12000 درهم الفران ديال السيراميك والكربون كل بلاكيطه الفران دايره 12000 درهم ضربها في اربعه ديال الشوايه ديال الطور مع طروايه الطوموبيله دايره 48000 درهم دونك دايره بحال شي داسيا بونوكاز فهمتي 5 مليون باش نشري انا الفران هكا هو تتوات فهمتي ماشي دوش متعجرف ولكن كتعجبني انا ملي كيدوي معايا بحال هكا تيخليني شي واحد النيفو اخر ديال الحياه يقدر هو فهمتي انت ديك 12000 درهم كتبان لك الصالير واو هو تيشري بها بلاكيطه الفران ما يمكنش تبدل بلاكيطه الفران وحده كتبدل كلشي دونك 48000 درهم هو يقدر يمشي يبدل بها بلاكيطه الفران كل واحد شحال كيبدل بلاكيطه الفران ديالو فهمتي انا طاق كنت كنبدلهم في السانغيوم كنت كنبدلهم ب 600 درهم الوحده دابا حاليا الجاكوار شي 900 درهم والمازيراتي شي 7000 درهم المهم فهمتي صافي كتخلص الصاط كل ما كتزيد كتطلع كل ما كتخلص ما تبانليش شي حاجه ديال شي خونا واعر صافي انا ما كرهتش لامبورغيني صافي ما كرهتش انا قدوش على المصاريف ديالها الصاط تولي كتمص منا تولي كتكونسومي منا ديالو اللي كنفكروا ليها الصاط خاص نزيدو نضربوا الفلوس خاص تولي 400 مليون باش لامبورغيني تولي تبان لك يلعبها الصاط صاد ولا بغيت تسوق الصاد شي طوموبيله المهم عاديه مزيانه الصاد المهم شوف انا واحد اللقطه وصلت لها في الحياه ما نشريش الحاجه اللي ما كنتش قادر نشري 10 منها وانا مرتاح 10 من هذيك العبه ديال بحال سوكي نقدر نشري منها 10 وقيل وانا مرتاح اللي ما قدرتش ندير هذه اللقطه بلا ما نشريها بلا ما نضيع وقتي 10 من هذه شي حاجه قادر تشري هذا البيسي هذا شوف واش تقدر تشري 10 منه وانت مرتاح سير شري وانت مرتاح كنت شاري للخدمه تشري شي حاجه على قد شحال دابا من واحد تقول لي الصاد خصك شي بيسي للخدمه نقول اه الصاد انا عندي واحد الاي 3 صاحبي ولا واحد الاي 5 صاحبي راه بان ليا خصني نمشي شي نشري شي اي 7 وشي 16 جيجا في الارم انت ما دافك راه صاحبي ما تخدمش وتيبقى تيجمع الفلوس كيجمع الفلوس كيجمع الفلوس حتى يمشي يشري داك البيسي وما كيخدمش وهي راه ممكن تبدا بشي بيسي مدرح وما تشريش داك البيسي اللي كتحلم به حتى تكون قادر تشري 10 منه وانت مرتاح تمشي على ديك اللعبه عندهم تمشي عندهم تقول لهم خذوا فلوس اصاحبي